تعالوا نستعرض مع حضراتكم اهم المباريات اليوم في الدوريات العالميه. ابرز مباريات اليوم، يمكن الدوري الانجليزي يعني مدقق بعدد من المباريات المشتعله، الارسنال امام بورنموث الساعه 5 مساء، وتشيلسي وليدز يونايتد، وولفر هامبتون مع توتنهام، ودي مباراة كبيرة جدا. ويمكن مانشستر سيتي بيلعب نيوكاسل دلوقتي، اعتقد المباراة في قمة السخونة للصراع على تصدر الدوري العام الانجليزي. اما مباريات الاسباني عندنا اتلتيكو مدريد مع اشبيليه الساعة 10 مساء، ويمكن دي مباراة كبيرة جدا. اما الدوري الفرنسي عندنا باريس سان جيرمان مع نانت، وكل التوفيق لنجمنا نجم مصر ونجم نانت النجم مصطفى محمد. ونروح لاخبار اخبارنا العالميه، ونبدا من دي ماريا. دي ماريا لاعب يوفنتوس، كشفت بعض التقارير الصحفيه عن تلقي الارجنتيني دي ماريا عرضا رسميا من احد الانديه السعوديه للحصول على خدماته بالموسم المقبل. وقال الصحفي الايطالي رودي جاليتي الذي يعمل في شبكه سكاي سبورت عبر حسابه على تويتر ان دي ماريا الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس الايطالي في يونيو المقبل لديه بعض الخيارات على الطاوله، وحتى الان لم يقرر مستقبله بعد. واضاف الجناح الايمن لم يقرر مستقبله بعد، لكن الامور قد تشهد تطورا في خلال سوق الانتقالات المقبله. وكان رودي جاليتي من اوائل الصحفيين الذين كشفوا عن صفقه انتقال كريستيانو رونالدو الى النصر. نروح لجوله مع الصحف العالميه، ونبدأ مع صحيفة ماركا واللي ركزت على الإسباني فرناندو ألونسو سائق الفورمولا 1، وكتبت فرناندو ألونسو يمكننا أن نحلم. وكمان الصحيفة تم بمتابعة الكلاسيكو، وكتبت الكلاسيكو ترك الشكوك في ريال مدريد والأسلوب يطرح الجدل في برشلونة. كمان اهتمت بمباراة السبت في الدوري الإسباني، وكتبت عن مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، أتلتيكو مدريد كانت حياتك وهي حياتي. أما صحيفة سبورت ركزت على أخبار برشلونة وكتبت القائد أروخو وسيرجيو روبرتو يجدد عقده لمدة موسم، واجتماع من أجل مستقبل سيرجيو بوسكيتس، وكيسي لا يفكر في الرحيل في الصيف. واهتمت بمباراة ختافي وجيرونا وكتبت جيرونا يبدأ في الحلم. صحيفة موندو ديبرتيفو ركزت على برشلونة بعد الفوز في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك، وكتبت برشلونة صلب وسيرجيو روبرتو يجدد عقده. نروح لإنجلترا، وصحيفة ذا صن الإنجليزية ركزت على تشيلسي ومستقبل مدربه جراهام بوتر، وكتبت سخونة بوتر واعترف جراهام بوتر بأنه يقوم بمكافحة الحرائق في تشيلسي لوقف احتراق المكان. أو كمان الصحيفة اهتمت بالهولندي إيريك تين مدرب مانشستر يونايتد، وكتبت عيون تين هاج معادية للاستحواذ. واهتمت أيضا بخروج توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت المجلس غاضب لخروج توتنهام من كأس الاتحاد. مشاهدينا الاعزاء، فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.